لمزيد من النقاش بينضم إلينا هاتفيا دكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة. دكتور مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور، وقول لنا في البداية يعني هل فعلا نقدر نقول أنه انتهى فيروس كورونا من العالم، ولا لم يعد هناك اهتمام بمعرفة إذا كانت الإصابة هي كورونا أم غيرها؟ لا طبعا، هو فيروس كورونا لم ينتهي، بدليل أنه زيادة نسبة الإصابات في الصين. والصين مش بتكلم على أن أنا عندي نسبة زيادة في الإصابات بالكورونا عشوائية، لا، هي بتعمل تحاليل. وأنا لسه شايف تقارير أنه متوقع أنه يبقى عندهم حالات وفيات عالية من الكورونا. لكن عموما هناك انحصار طبعا لتفشي فيروس كورونا، ولكن فيروس كورونا آخر سلالة ما ثبتش أن في سلالة جديدة بعد الأوميكرون لغاية دلوقتي. السلالة دي نسبيا ضعيفة، يعني تتوازى مع أو أقل كمان من فيروس الأنفلونزا على فكرة. ولكن فيروس الكورونا موجود من قديم الأزل وسيظل إلى يوم القيامة. طالما الفيروس بيتحور ومش لازم نفهم أن التحور يبقى هيبقى مؤذي أكتر. يعني نقدر نقول أن التحورات الآن لهذا الفيروس بقت أكثر ضعفا يا دكتور، يعني مما كانت عليه قبل كده، ومن كمان فيروسات الأنفلونزا العادية؟ الفيروس كورونا اصلا كان بيعمل نزله برد، ولكن ظهرت المجموعتين اللي قبل كده اللي هم كانوا في الصين برضه، اللي هو كان سارس وبعد كده الميرس اللي ظهر في الشرق الاوسط ده، وبعدين ظهر فيروس كورونا. الفيروس علشان يتم موجود، لو الفيروس عنيف جدا وهيموت، دايما اللي يموت ينتهي دورة حياة الفيروس عنده. ولكن لو الفيروس بقى سرعة انتشاره أعلى وشرسته أقل، الفيروس يستمر معنا. ليه؟ لأنه هو شرسته أقل، اللي دخله مش هيموت، فمش هينتهي حياته أو تكاثره عند هذا الشخص. لا، هو الشخص هيكمل وبالتالي بينقل المرض. والفيروسات التنفسية عموما أكثر من 300 نوع من الفيروسات، هم مش بس الأنفلونزا والكورونا اللي بنتكلم عليهم، ده في 100 نوع تانيين من سلالة واحدة بس اسمها رينو، اللي هي بتعمل برضه نزلة برد. وفصل الشتاء درجة الحرارة بتقل، ونمرة اتنين الناس بتغلق النوافذ إذا ما فيش تغير في الهواء. في المدارس كذلك عشان البرد الفصول بتغلق النوافذ، الباص او الوساد بتاعت المدارس او المترو او في كل الاماكن دهيت الشبابيك كلها مغلقه، وبالتالي الشتاء بتزيد نسبه انتشار الفيروسات التنفسيه عموما. طيب هل لو اتكلمنا عن الفيروس المخلاوي، يعني اولا هناك تقارير بتقول ان هو بدا ينحسر او ان هناك انحسار في الاصابات فيه، يعني اولا يعني بتشوف هذا الامر ازاي؟ هل فعلا بتتفق مع هذه التقارير؟ واذا كان ايه هو السبب؟ السبب ان الفيروس ده بيصيب فئه عمريه معينه. يعني هو ما لو ليه سن سنتين تقريبا، لو جه بعد كده ليه الفئة السنية اللي هي 3 سنين إلى 50-60 سنة، هو مش هتبان في أعراض خالص، وبالتالي الفيروس يخش ويختفي في الشخص. إذا الفئة العمرية دي اللي هي سنتين، هو الفيروس لما يخش فيها يأذيها، معنى ذلك إنه تكاثر بكمية كبيرة فينتقل لشخص تاني. الشخص التاني ده لو هو طفل برضه صغير في الحضانة هيصيبه، لكن لو انتقل لواحد كبير هيعمل له حاجه ولا يبقى عنده اعراض في الاساس؟ تقريبا ما فيش اعراض تقريبا. يعني واحد يقول لك انا حاسس ان انا هاخد دور برد، انا مرشح، وبعد كده ما بيحصلوش حاجه، يعني بينزل شغله عادي. ولكن المشكله في فيروس الانفلونزا انه الطفرات اللي بتحصل فيه، يعني ده احنا كل سنه بنطعم بطفرات جديده مش اللي كانت موجوده معانا من السنه اللي فاتت. الحاجه الثانيه المهمه قوي ان دايما في الفيروسات التنفسيه
المناعه اللي هي بتعمل الطفرات دي، المناعه بتاعتها زي ما هي موسميه، فالمناعه موسميه لسبب بسيط، ان اللي بيحمينا فعلا من فيروسات الجهاز التنفسي هو نوع من الاجسام المضاده، بيسموها الاجسام المضاده المخاطيه، اللي هي بتطلع على الاغشيه المخاطيه، ودي اصلا تركيزها قليل، ونمره 2 عمرها قصير. فلما يبقى عندي الثلاث احتمالات دول، اللي هو فيروس بيتغير والاجسام المضاده بتاعته عمرها قصير وتركيزها قليل، خلاص يبقى لازم كل سنه الناس هتجيلها الفيروسات التنفسيه، بصرف النظر بقى هو نوعه ايه. هل في طريقه بنقدر نفرق بيها بين الانواع المختلفه من الفيروسات؟ مخلوي، كورونا طبعا عارفين ازاي، الفيروسات الانفلونزا العاديه ما نقدرش قوي الا بدقه. يعني مثلا فيروس الانفلونزا يفرق عن البرد انه الواحد يحس ان جسمه مكسر، يعني دايما يقول لك انا واكل علقه. فيروسات الرشح والكورونا اللي هو الطفره الجديده دي اللي هي الاوميكرون، لا ما بيحسش بانه واكل علقه. الحاجه الثانيه درجة الحرارة، نوع الكحة، هي دي الحاجات اللي يعني مثلا لو درجة الحرارة أكتر من 38.5 احنا بنشك في الانفلونزا. ونمرة 2 يبقى الجسم مكسر. نزلات البرد أو الرشح، لا هو ما فيهاش الجسم المكسر، ما فيش درجة الحرارة العالية، لكن ممكن درجة الحرارة تبقى أقل من 38. دي الكورونا. احنا قلنا بقى الكورونا رجعت تاني زي نزلات البرد. ما فيش اختلاف يعني قوي في الاعراض. ما فيش الاختلاف الا اذا ظهرت لا قدر الله يا رب سلاله. نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الجواد هاشم، استاذ الميكروبيولوجي والمناعه، شكرا لحضرتك.